يقول السائل أيضا من أسئلة فضيلة الشيخ: إذا ترك الإنسان سنة من سنن الوضوء هل يكون الوضوء صحيحا؟ نعم، إذا السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا ترك سنة من سنن الوضوء مثل غسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا، تفريث في غسل الأعضاء، هذا سنة. مثل التيامن أنه يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، هذا سنة. فلو ترك السنة فإن وضوءه صحيح. الواجب والفرض غسلة واحدة، ما زاد عليها فهو سنة مستحب. نعم.